داليا إبراهيم، الحجاب مش هيمنعني من التمثيل، وتحية كاريوكا أكبر دليل. حلت الفنانة داليا إبراهيم ضيفة في برنامج قعدة ستات، واللي بتقدمه الإعلامية مروة صبري. وأكدت داليا إبراهيم خلال البرنامج إنها مستعدة للعودة للتمثيل، وإن حجابها مش هيتعارض مع الفن. وقالت الفنانة تحية كاريوكا في آخر أيامها اتحجبت، والحجاب ما منعهاش من التمثيل، لكن الموضوع عرض وطلب. لو اتعرض عليا إن اشتغل بالحجاب أنا مستعدة. وقالت الشغل قل جدا بعد الحجاب، وأنا لسه ما جربتش الشغل بالشكل الجديد، لكن أنا ممكن أمثل. الفن ما بيتعارضش مع الحجاب، مفيش حاجة بتتعارض، كل المهن دخل فيها الحجاب، حتى الوزيرة بقت محجبة. لكن التناول في شغلنا إن تناول الشخصية بشكل كويس يتمشى مع الحجاب،